This video is freeware, so you can use it as you wish. كما أمر سيادته بموضوع إخلاء السجناء جميعا، اتصل معي سماحة الشيخ الأخ محمد ليلا، والشيخ رزق والإخوان والدكتور فاروق اتصلوا معي وطلبوا مني أن أنقل تمنياتهم لسيادة الرئيس بموضوع إخلاء الموقوفين. الأطفال 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 الموقوفين في دمشق أو الموقوفين هنا في درعا. See perhaps also. Info evidence. 24th April 2005. After the first and the second contact. See, if possible, these videos. Only 22 days passed. And then...